السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موعد الامتحانات لهذا العام. كل سنة وحضراتكم طيبين. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل خلال الخطة الزمنية التي وضعتها لبدء العام الدراسي لتحديد موعد انتهاء كل فصل دراسي وموعد الامتحانات لجميع الصفوف التعليمية، حيث حددت الوزارة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 23 يناير 2021 وتنتهي الخميس 4 فبراير. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول 2021 على أن تبدأ يوم السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، أي لمدة 15 يوما، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021، أي مدة الدراسة الفعلية 96 يوما. كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2021 على أن تبدأ يوم 19 يونيو 2021 وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي. وفق الله أولادنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.